طيب يعني. سؤال أخير، يمكن بعيدا عن موقف محمود حسين وسحب جنسيته من عدمها، إلهي تتسحب يعني. من الآن يقود مجموعة لندن ويمول مجموعة لندن على الأقل إعلاميا؟ لا، اللي بيقود جماعة لندن طبعا صلاح عبد الحق، وده رجل يعني هو رجل بتاع تربية وبتاع، ولكن المحرك الحقيقي للمجموعة هو حلم الجزار الذي يقود الإعلام الإخواني بشكل تام. هو رجل فلسطيني مقيم في لندن اسمه عبد الرحمن أبو دية. عبد الرحمن أبو دية، عبد الرحمن أبو دية ولا عزام التميمي هو اللي بي؟ لا، عبد الرحمن أبو دية هو الرجل الله الخافي، الرجل الذي لا توجد له سوى صورة وحيدة على الإنترنت، والرجل اللي هو صاحب شركة نون فيلم، واللي هي الشركة اللي بتنتج الأفلام الوثائقية اللي ضد مصر طوال الوقت، واللي هو بيمول قناة مكملين وقناة كل القنوات تقريبا هو الممول الرئيسي لها، ومن أصل فلسطيني، كان مستشار سابق في قطر، انتقل إلى لندن، أسس قناة الحوار، ابنه بيدير الجزيرة مباشر. وبص، هو رجل الاخطبوط الكبير جدا يعني بنسبة 90% من تمويل الإعلام الإخواني. أي حد بيعمل فيديو يهاجم مصر فيه على اليوتيوب يديله فلوس. عبد الرحمن أبو دية جاهز على طول. نعم، ديته مليانة. لا ما هو مش فلوسه، لأن هو حتى لما بيجيب فلوس. الولاء طارق قاسم اللي هو الإخواني اللي موجود في تركيا ده تحدث عنه في فيديو واضح، وقال إن هو مكلف من الاستخبارات الإنجليزية باحتواء الإسلاميين عن طريق دعمهم بالمال. طب قال كده أصلا، من واحد كان شغال معاهم يعني. ما 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 ماذا يعني، واعذرني في التعبير، وماذا يهبب أنس التكريتي الآن؟ لا، أنس التكريتي له دور كبير جدا في بريطانيا، وكان لسه عامل اجتماع في أحد مساجد في جنوب لندن، وهو يقوم بدور في التنظيم الدولي، وإحنا لازم نفرق بين طبعا الحركية للتنظيم الدولي طبعا وحركية التنظيم المصري. فهو أنس التكريتي صنفه تحت التنظيم الدولي للإخوان، وهم كانوا عملوا مجموعة من التحركات، وعمل وفد بعثوه لأفغانستان، وهو واحد من أهم العناصر اللي بتحرك التنظيم الدولي في العالم.